الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. في شي مشكلة؟ بنوب، ما في شي مهم. تفضل ارتاح. مشغل بالي على نيفين، ما قدرت حاكيها. قالوا لي كانت معك، يعني انت وياها، وبعدين اختفت. تعرف شي وينها بنتي؟ هي من شوي راحت. ماجد، يعني ما صار شي بيزعجها لبنتي؟ سليم بيك، انا ونيفين نحن بصراحة. سليم بيك، ضيوفك وصلوا هلا ودخلناهم على القاعة. شكرا لك. ماجد، لما كنتوا صغار انت ونيفين كنتوا تحبوا تروحوا على محل، متذكر شو كنت خبرك بوقتها؟ نيفين أمانة عندي. يا ترى لأمتى؟ ما فهمت. أنت كتير توجعت بسبب الحب كمان، وبعدين هالوجع أمتى بده يخلص؟ لما تزتيه ورا ظهرك وتنسيه بيخلص. ليش عم تضحكي؟ أنور، معقول تنسى ولو؟ معقول تنسى البنت اللي حبيتها ومتت فيها؟ معقول؟ أنا مو مصدقة. ما بتكون نسيت. العشق مو شغلة بتنتسى بهالبساطة. أنت بتتوهم إنه نسيت القصة، بس بلحظة بتحس بشغلات غريبة، مثل كأنه شي عم يلمسك، وبتحن للحظات الحلوة، وبيرجع لك كل شي من أول وجديد. مو بالنسبة لي، أنا نسيت وشفي جرحي، حتى عم حس حالي أني بلشت حب، بس مستني فرصة مناسبة وصارحة. عن جد عم تحكي؟ مين هي البنت؟ بنت شقية وحلوة. والله الحلوة مسكينة كتير. ليش؟ بصراحة لأنه ذكريات حبك القديم بدها تضل دايماً تحوم حواليك. هداك وجعك القديم، حبيبتك الأولى اللي ما بتقدر تنساها، وكيف ما طلعت بتضل عم تشوفها حتى لو قلت نسيت. أكيد أنت ما بتكون نسيان، بس عم تتظاهر. انت شو رأيك؟ ما بعرف، منستنى. ليش بقى؟ ليه؟ خير، يمكن تفكيركم راح هلأ لبعيد. شايفين هاي البنت اللي مرقة؟ بيجوز تصيروا بسببها انتو اتنين بخبر كان. شو علم؟ يلا لكان.
تعي عزمك. اها، عن جد هالحكي؟ طبعا. ايه بدي خليكي تدوقي طبق حلو ما بتنسيه. ايه ممكن مندوق ومنحكم. ايه طلع في عنا محلات هادية ورايقة وحلوة كتير. طبعا في، بس انتي بتروحي على محلات الضجة. وليش بتنتقدوني؟ بلكي انا قلبي موجوع ووجودي بهالمحلات بيريحه. بتعرفي انه ماجد ما حقه يعصب عليكي مو؟ ايه للأسف انا بعرف، وانت يعني هلا ضروري تذكرني فيه، بس في سبب اكيد ليعمل هيك. لا شب، خلينا نقوم نمشي. طيب أنوار، بلا ماجد مستحيل أقدر أعيش أبدا. بعرف نيفين، بعرف. أنت ما بدك تأكل؟ يرتفع معي السكر. ما بتاكل ولا لقمة واحدة؟ ما أكل لقمة واحدة هلأ لصير مجنون. آه يا عيني ما بسخة. اها، من ايدي بتاكل حتى لو كان شي رح يضرك، شو خبرني؟ مزبوط. ممنوع تأذي حالك. ناريمان، ما لقيتي غير ليلى لحتى ترسميها بنتي؟ ليش يعني؟ لأنه اللي عملته عيب. عمتي شو شايفتيني عم صور؟ هذا رسم. نوران. نعم فايز، شو في؟ عم دور على النظارة، بتعرفي وينها؟ بالدرج، أنا لما كنت عم نظف ضبيتها ونسيت رجع وقتها. آه يا عيب الشوم عليكي. ظبطي قعدتك. ما عاد يدقي يا روحي، خلص ما عاد يعيدها ابدا. لاني تصرفت مزبوط. هيك لكن بتقلعي الزلمه وما بتسمعي ولا بتفهمي شو بده وبتقولي هذا صح مو؟ برافو ناريمان، برافو. يا فخريه، ماجد مستحيل انه يحبني، ولا حتى انا بصدق هذا الكلام. وليش بقى ناريمان؟ ليش؟ اها، اساسا طول الوقت انت عم تهربي من فكره انك بتحبي ومو مصدقه. فخريه، ماجد ما بيعرفني بنوب. لما بيحب وحده بثلاث ايام من دون ما يعرفها منيح معناتها ممكن بسهوله يتركها ويمشي. اها، معناتها انت خايفه انه ماجد يتخلى عنك بسهوله. دخيل الفهم فخريه، دخيل الفهمان. بعدين كمان انا ما فيني احبه لانه رقصت معه مرتين ورسمنا لوحه حلوه وقضينا وقت حلو، هدول بالنهايه ما بيعملوا حب. لهيك يعني بلا ما نتوهم ونعيش بالاحلام انا وياه. مظبوط كتير هالحكي،
بلا ما تتوهمي كثير يعني، مزبوط. أصلاً مبين إنه أنتِ مو متأسرة بشي. تاري كله العشق كذب يا ناريمان. والله ما عاد أعرف هم مين بدي أهكل. ميرفت روقتي شوي يا بنتي؟ شوفي قولي، أنا جاية قلك بلاها إذا لسه زعلانة. ها قاسي أخوكي مو مبين، من الصبح طلع من البيت وما عاد حكى، بحياته ما عمل هيك. مدري كم مرة دقيت له وما رد منوب، وعالجامعة ما عم يروح، تليفونه مسكر كمان، مدري شو عم بصير معه. ابني ضيع عقله من ورا هالبنت شايفته. يلا بخاطرك خالي نورة. مع السلامة بنتي. إذا خلصتي خلينا نروح فورا. ما خلصت يا حب، بدي ضل. فخرية، مفكرتيني شوفيرك الخاص ولا شو؟ يا نورة عيوني، دخيله اللي بعصب علي، دخيل هالوش. يلا استنى شوي. هلو، اسمعي عندي شوية شغل بالبيت. لا لا، وأنا كمان ما بعرف. طيب طيب ماشي، أنت خليكي هلأ. جهاد ارسي على حل، خلصني. عاصي مو مبين ومختفي، بروح بدور عليه وبرجع باخدك. صار الليل ومو عاد طيطول، يعني عاصي وين ممكن يكون؟ وين بدك تروح تدور؟ بدي أسألك لأنه شفتيه اليوم، ولا بلاها أحسن؟ وبعدين مع الموضوع. عمو شرفت. تسلمي يا بنتي. ألف مبروك يا إسماعيل. خير؟ شوفي ايه، كنتنا طلعت حامل. أهو دهشبك، طولي بالك، ليش عم تحكي دج هيك قدام البنت؟ شوفي كيف خجلتيها. بالله. أهلا وسهلا بابا. أهلا وسهلا يا ابني، ألف مبروك. شكرا بابا. اي والله رفعت راسنا، شلون لكان؟ يلا تعي بوسي ايد عمك. مبروك، والله فرحت لكم من كل قلبي. شكرا عمي. اسمعيني، لا تعيدي هالشي. ليش؟ شو عملت مرت عمي؟ اوعى مرة ثانية تساوي حالك كثير بريئة قدام عمك. أنا وأنتِ منعرف منيح إنه أنتِ مو قليلة أبداً. لا عاد تعيدي هالحركات هي، وإلا رح أبعتك لعند أمك. صحيح، مو هنن تركوكي عندي مبارح وراحوا كمان؟ ما في غير هذا البيت يلي بيحويكي. روحي لشوف، ادخلي وقفلي الباب ولا تطلعي. يلا. شايف كيف ما عم تطلع بالمرة؟ قال بدها تاكل بغرفتها الأميرة. تركي البنت على حتى بهالفترة. أصلاً طول النهار عم تنام وتاكل، ما تشغل بالك فيها. شو صاير لك؟ احكي، ليش كل هالقد بالك مشغول؟ خلصنا ليلى، لا تبلشي فيني هلا. مو عاصي مختفي؟ مشغول بالها وعم تفكر. بتعرفي أنت بلا عاصي هي مستحيل تعرف تعمل شيء. أي نعم فخرية، بالي مشغول. ليش أنت مو مشغول بالك كمان؟ مو مشغول أبداً. إذا كنت بدي أفكر بأي حدا، ماجد اللي بيستاهل هالشي. صح. إيه هيك الكلام؟ عاصي عامل عملة سودا كتير، وماجد اللي تورط بالقصة، مزبوط ليلى؟ بهدل الزلمة وما سأل فيه أبداً. يعني بصراحة أنتوا التنتين هلأ حكيكن صحيح، لأنه الزلم لازم يضلوا عم يركضوا طول الوقت. شو هالحكي معقول؟
شو دخل اللي عم تقولي بهالموضوع؟ ايه خلص بلا هالحكي. وشو بدك فيه؟ هاد موجود لحتى يخليكي تهدي ويتعدل مزاجك. يلا. اه فخرية دقي. يلا 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 لشوف. يلا تحركي لشوف. يلا يلا يا بنتي. يلا برافو هسي هسي. برافو. برام 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 برام. يلا تعالي اطلعي طلعي لك حياة بس ما بعدي عني. يلا ما تخجلي. شو اللي عم بتساوي ليلى؟ خلص لو الله. يلا خلص بقى تعالي فخرية. يلا يلا ما تخجلي. وانتي الثانية عم ارتحي بقى ما بتنشحي. شو هذا اللي عم تعمليه؟ يلا برافو ليلى. بس شوي انا خلص بقى. يعني ما فيك تقعد نفس القعدة بالبيت؟ يا مثقف ليش هيك عم تعمل؟ شو بدك يعني أعمل؟ جاوبني. ليش؟ صاير شي اليوم؟ هالمرة هي وياه. ناريمان وقعت بماجد وحبته. وانت عم تتفرج والله حاسسها مباراة. حاجتك علاك. يلا هلا قوم. تعرف شغله؟ غني لنا شي موال. مو ناقص مسخرتك ابدا. موال حتى نروق. يلا بقى مقطع صغير مو اكثر. انت يا اخي. Her bir dertten ala yaman ayrılık. صباح الخير. صباح النور. بدي امشي روحي. بالاول اقعد افطر معي. بالشركه بدبر حالي. كريم بنشرب القهوه وبعدين بتطلع لو سمحت. شوفي قريش، إذا عندك أي سؤال استعجلي. شركتنا شو وضع؟ ليش هيك عم بتضيع؟ حسسنا شو صار فيها كريم. الشغل مو كتير ماشي حاله، ولهالوقت أنا وسليم عم نتعامل كتير عادي. أساساً لحد هلأ هو ما نحاسس على شي بنوب. هاد الحكي بيعني إنه وضعنا خطير؟ البورصة خسرتني كتير مصاري. في شركة أجنبية بظرف كم يوم وبس صفرت لي حسابي، وهذا الشي أثر على وضعي بالشركة كتير، وهلأ مستحيل إنه ترجع لي مكانتي.
ست ميرا بتعرف بالموضوع ولا انت ما مخبر حدا؟ ايه تعرف، وعم ندور سوا على حلول. والحل اللي قدرتوا توصلوا له انكم تجوزوا ابننا لنيفين، ما هيك؟ ماجد لما يتجوز نيفين سليم رح يتنازل عن قسم من حصته لبنته نيفين، وتقسيم حصة سليم ضروري كتير إلنا، وشايف إنه ما رح يزبط شيء. صباح الخير. صباح النور يا روحي. كنا عم نحكي عنك أنت ونيفين من شوي. ماجد، أنور ونيفين شو قصتهم؟ رفقة مثل قبل، ما تغير شيء. يعني نيفين ما في شيء بينه وبين أنور أبدا. عملت هيك لتخليك تغار، ما هيك ابني؟ ماني مستغربة، ما قلت لك من قبل إنها ما حتبعد عنك أبدا؟ أمي هالمرة زودتها كتير. شو بدنا نساوي؟ تعشقك وبتجن عليك. منيح، طالما كل الأمور ظابطة ماجد ما عاد في شيء يمنعك. إمتى رح تبطل هالحركات بابا؟ اسمع، كون مؤدب معي، أنا أبوك بالنهاية. بابا مو معنات هذا الشيء إني أعمل لك اللي بدك إياه وبس. ماجد لو سمحت. عود محلك. كريم خليك هادي. حلو كتير، ما سمعته قبل اليوم. ناوي إني ساوي غنية. عاصي ما عم تداوم بالجامعة؟ ما عم بقدر داوم فيها، بدي شوية وقت. وإنت هدي أعصابك، ما بيصير تعمل هيك، لازم ترجع على الجامعة. ليش هيك عم تتدهور يا عاصي؟ صراحة ماتت كل أحلامي، فجأة طلع بحياتي حدا وسرق مني كل شي حلو وكل شي تمنيته والبنت اللي حبيتها، وما خلى شي بحياتي. ومع هيك هذا ما بيعني انه الحياة خلصت. ميرفت، ميرفت تفرج، هاي يوم جديد عم نعيشه، جديد. يلا قوم وشد حيلك بقى. يا ربي دخيلك، انكسرت الإبرة هلا. في جوا علبة إبر، رح فوت جيب لك وحدة جديدة. عاصي لوين؟ على الجامعة؟ لا أمي، هون بالحارة. ها؟ آسيا كيفها؟ شو أخبار أمي؟ ما شاء الله، هي شوي قلقانة لأنها رح تصير أم، طبيعي بدها تتلبك بالأول. لكن ليش البكي؟ هداك اليوم بكيتوا كتير. يا ابني هذا حفيدنا الأول، شلون ما نبكي؟ الإنسان أحياناً على الفرح بتنزل دموعه. أمي لاقي لنا وقت مناسب وخدي لنا موعد معه. خير، ليش؟ يعني معقول تمرق القصة هيك؟ لازم نروح نبارك، بتنبسط آسيا فينا. صح كلامك مدوزن. طيب لكان بشوفكن. ما تطول. شو نعمل هلأ؟ آسيا شبهك، بالأول ما كنا هيك. وين الحب؟ مو كنتي بتحبيني على طول؟ شو الجديد اللي صار معك؟ ها؟ شو تغير؟ يعني ما فيك تنسي المشاوير اللي طلعناها؟ قديش استنيت على باب المدرسة ونطرت لتجيني ركض؟ معقول إنه تكوني نسيتي؟
مزبوط، أنا نسيت كل شي بخصك، نسيته يا كمال. لكن رح حاول ذكرك. أنا هلأ في شي واحد عم بتذكره، هو لما قلت لك اتركني وبعد عني، اليوم اللي خليتني حس فيه هداك الشعور. انتي تخنتيها كتير. شو صار يعني هي تجوزنا؟ شو هالوش هذا فريدية؟ هي نحنا مع بعض. يلعن هداك اليوم، يوم اللي صدقتك وخربت لي حياتي من بعده. رؤية، هذا اللي بطنك ابني، ولا هداك اليوم كان انعاد؟ كمال خفف مشيتك شوي. شبك شو عم بتساوي؟ رح بتوقعني كمال. آسيا إذا بتريد خليني بوسك مرة واحدة، كتير مشتاق لك حبيبتي. بعرف إنه رح يصير غير شي، تأخر الوقت، خلينا نمشي. آسيا. شو يا روحي؟ نفوت على هالبيت؟ ليش؟ هونيك ما حدا بيقدر يشوفنا. كمال بلا تخبيص، يلا نروح. ولا هون بوسك؟ إذا ممكن بوسة واحدة بوعدك. كمال زودتيها يعني، كلها بوسة آسيا. ما هنك واثقة فيني معقول؟ تعي. كمال قديش اوسخ هالمحل، يلا نروح. بس انت حلوة كتير. شو هاد كمال؟ شو عم تعمل؟ عم حبك. بعد رح اوعى. مثل ما بدك، اهدي. عن جد بلش يضيق خلقي، قلت لك خلينا نروح. طيب مثل ما بدك. لك اتركني، شو عم بتساوي؟ بوسة صغيرة. كمال وقف، شو عم بتساوي؟ بس يا استني. لك اتركني بقى. تعي لهون. كمال شو عم بتساوي؟ بترجاك تتركني. كمال اهدي شوي. اتركني. مرحبا يا حلوة. أهلين، شو أخبارك اليوم؟ أنا كتير منيحة. فرجيني ناريمان، ليش هيك متشائمة؟ شو فهمك بالرسم؟ في حدا حكى معي؟ ولا حدا. أنا بتصور هذا الشي عادي. فخرية، أنا حالتي كتير سيئة. جهاد ما خبرك ولا شي؟ عاصي وين كان مبارح؟ أنا طول الليل ضليت عم أسأله، بس ما فتحت أمه بكلمة ساعتها. لو شفتي كيف تخانق هو وماجد مبارح فخرية. ماني مستغربة بنوب ناريمان. اسمعي، العاشق وقت يحط براسه أي شغلة مو ممكن شي يمنعه بنوب، عم تفهمي؟ مين بده يكون مدام أنا معك؟ عاصي، ليش اجيت لهون يا ابني؟ شو صاير؟ نوران، مين اللي اجا؟ هي جارتنا فايز، ما حدا. هلا شو بدك يا عاصي؟ لو سمحتي بدي احكي ضروري مع ناريمان. مستحيل هلا، مو وقتها بنوب. يلا روح بقى. ناريمان تعي لو سمحتي. خلونا على هاد. أمرك ماجد بيك. والموسم الربيعي شو صار فيه؟ فيك تقول إنه كل أمورنا صارت جاهزة هلأ ماجد بيك. ممتاز، هذا لبكرة بده يكون جاهز، وهدول الاثنين بدي شوفهم بكرة معلقين على المانوكان. تأمر منعلقهم. فيكن تروحوا.
ماجد، بدي أقول هاي القصة كتير فاضية، أنا غلطت بس يعني أنت كتير سهل عليكي إنك تغلطي وتدوري على مين يسامحك. ماجد بكفي هيك، يعني بلا ما تكبر الموضوع، والله كتير تعبانة. لك افهمي، قد ما كنتي تعبانة مو قدي. شو الموضوع؟ في شي تاني كمان؟ ما في شي تاني بنوب. نيفين، ما فيكي تعملي كل شي بيخطر على بالك. عم تحكي صح، بعترف إنه اللي عملته مو مزبوط. إيه، وكنتي ناوية تكملي لعبتك لو ما أنور إجا وخبرني؟ لا، كنت بدي أحكي لك بكل صراحة هالشي، عن جد كنت ناوية هيك ساوي، صدقني عن جد. ماشي صافي يا لبا. إيه بس هي المرة الأخيرة. ماشي طيب. أنور طلب مني دقق هاي الملفات من شي أسبوع وأكتر كمان، ممكن نشوفهم مع بعض؟ بس أنت بتفوتي بالحيط إذا لحالك. ما هو مشان هيك أنا قلت من دققهم مع بعض إذا ما في مانع. تعا. أمي فوتي وتسطحي، بعرف طول الليل ما نمتي بنوب. وشلون بدك ياني نام يا ميرفت؟ ما عاد أعرف شو لازم أعمل، كل هالمدة خليت عاصي بعيد عن الموضوع وعن المشاكل. إذا كان عاصي قرر نروح لعند آسيا ما في قدامنا أي حل، لأمتى بدنا نخبي؟ المشكلة هلأ ما عادت بنروح لعندهم، مو هي هي القصة. عاصي هلأ ما أنه مرتاح وكمال معصب، وآسيا لساتها تعبانة. أوف يا الله أوف. يعني طولي لي بالك وروقي شوي. عاصي هلأ مين بيهدي إذا عرف القصة؟ وإذا راح وحس على كل القصص ما حدا رح يقدر إنه يخلص صهرك من بين إيديه، وهيك ممكن إنه ينحبس. أريش خانم، وصلوا اللوحات اللي حضرتك طلبتيهم من المساء. هاتيهم لشوف إيمان. متشكرة. شو رأيك بكاسة شاي؟ إيه إذا بتريدي. ثواني وبتجهز. نعمت خانم، مرحبا، شلون الصحة؟ أنا منيحة شكراً إليك. بظن أني لقيت الفنان يلي بيستاهل أنه ياخد المنحة. إيه وأنا كتير مبسوطة كمان للصراحة، هذا الشخص مبين عليه موهوب. الاسم بس دقيقة لشوف. ناريمان، ناريمان سولماز. ايه بتمنى انك تدليها على المرسم، اكيد انا رح كون موجوده. ناريمان باينتها موهوبه ولازم نبلش معها. شكرا ممنونتك.
اهلا وسهلا. عادي شوي. لا مو ضروري، خفت تقوم تفكر بغير شي لو انا ما اجيت على الموعد هلا، مشان هيك اجيت. ناريمان طولي بالك، بدي دافع عن حالي، ممكن؟ عادي شوي. يعطيك العافية محمود أفندي. أهلا وسهلا يا نوران خانوم. أهلا فيك. شكرا. أخ والله رح موت من الوجع. بالله عطيني نص كيلو من هدول. أوه نوران خانوم، خير؟ شو بدك أمريني؟ بدي لحمة ظريفة مشان الطبخة. إيه خلاص مو مشكلة، طولي بالك معلم محمود. ممكن تعطيني أحسن قطعة لحمة عندك لنوران خانوم؟ إيه مو هي، مو هي. أوه عطيها هديك اللي هنيك، هديك تازة أكتر. إيوه هي. ليش انت بتعرف اللحمه يا معلم جمال؟ ولو يا نوران خانم معقول هالحكي؟ انا برايي هديك القطعه احسن مشانها. اسمع اللي عم قوله انا وسكوت، خلصنا. انت شو بدك؟ بعدين شو فهمك بهالشغله؟ فعلا انا بياع حلويات، شو فهمني باللحمه؟ كلامك كله مظبوط. مو حاسس انه الطقس صاير شوب زياده بهالفتره؟ الظاهر انه الشتويه رح تتاخر. هلا عم يقولوا رطوبه عاليه كثير، وعلى التلفزيون قالوا انه الحراره رح تنخفض، بس العلم عند رب العالمين. تفضل. شكرا. ألف صحة وهنا. يعطيكم العافية. الله يعافيكي.